اهلا بكم في فيديو جديد. بما ان وان فور خلص خلاص الحمد لله، هنجرب النهارده حاجه جديده. هنجرب نلعب ماتش رانك. طبعا عارفين الرانك ما فيهوش ولا ترول ولا فيد ولا كلام من ده. I'll have to ask my accountant about that. هلعب جونجل و اي دي سي. No 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 no. يا جدعان الواحد بقاله كتير قوي ما لعبش جانجل. انه كده البوت محدش هيجي يساعدني. اسيست هنا يا جدعان، اسيست هات ابوك، اسيست احلى ريبورت. كنا بنقول بقالي كتير ما لعبتش جانجل، عشان دايما بختار الجانجل الاول وبعد كده الاي دي سي. فكل ما بعمل كده بيجي لي اي دي سي على طول. فلحد ما بقالي فتره كبيره وما لعبتش الجانجل، لحد ما نسيت شكل الجانجل. راكو في الجانك دي. طب دلوقتي انا رحت البوت مرة واحدة بس وعملت لهم جانك مرة واحدة بس وهما الاتنين ماتوا. دلوقتي قاعدين يعملوا فليم لي، مش عارف والله. انا مش عارف بالرغم من اننا السكور 7-7 6 7-7 اهو. حذر فذر ولا هيحصل بعد كده. خسرنا الجيم الاولاني بس مش مشكلة، يلا عشان الاي دي سي بتاعنا يفرح ويزيد ويزقطط. ده الجيم التاني بقى نخش بقى على النظافة بقى ونلعب كده لعب نضيف. شايفين الفريق بيساعدك ازاي. لا لا لا، وحياة ابوك ده رانك. وحياة ابوك ارجع، وحياة ابوك يا شيخ. الحمد لله. 2 moments later. متأكد بتهزر؟ لا لا لا، عشان مش مصدق. لا هيجي تاني، هيجي تاني. أنا متأكد إن هو هيجي تاني. أنا عندي أمل إن هو هيجي تاني. يا جماعة هيجي تاني، مش مش هنوقف اللعبة. لا لا لا، هيجي تاني متأكد. أنا مش عارف إن أنا ليه حظي كده في الرينج، مش عارف. بس بحاول والله أكاري التيم بتاعي، بس مش عارف أعمل أكتر من كده. أسيست يا جدعان هنا وحياة أبوك. حد يجي يا جدعان البوت طيب أو الميت أي حد. بوت او الميد دلوقتي اخد السكات بتاعته. جدعان تيم تيم فين يا بني ادمين؟ تيم تي الميد بني ادمين يا جدعان. ايه بلعب مع شويه معاقين. راح اعمل جان كده للتوب. اتفرج يا عم، هو الميد بتاعهم ايه؟ ما تعرفش الميد بتاعنا فين اساسا. انا عارف اروح على مين. كون طبعا يعني. خلاص انسان يا معلم، انا مش جاي تاني خلاص. انا كده مهمتي خلصت، انا موتت كون خلاص، ما ايش دعوه مع نفسها. اعمل لي تشار الكيو بتاعتها تموتني. لا على مش كون ماتت خلاص. انا كده خلاص انا عرفت مهمتي في الماتش ده. انا مهمتي ان انا خلاص هي كون دي خلاص. بص ايوه هروح برضه لكوين. شوف يا ولد اللعيبة دي كمية الفلاش اللي شفتها دي. خلاص انا كده مهمتي خلص خلاص. انا امشي بقى، انا اروح بقى خلاص. يعني الفرن بتاعت الزبالة خالص. طبعا لازم ينزويجي طبعا ترش معاه. ايوه لازم الهوكا كده، لازم يجي طبعا، لازم يجي.
هو كده معاه فلاش كمان. يا سلام يا سلام يا معلم. لا لا بس انا لسه عارف برضه انا هعملها برضه. انا ليا مهمتي واحده بس في الحياه، هي بس المهمه الواحده بس في الماتش ده، ان انا اروح على كون اعمل بس اجري بقى وخلاص بقى. معيش فلاش معيش اي حاجه، ماليش دعوه بيهم بقى، عيش وعيش حياتك يا معلم. انا ماليش دعوه خلاص، انا كده 100 100، انا مهمتي خلصت دلوقتي. خسرنا التيم فايت عشان معايا شويه معاقين. ليه ما يروح البارون دلوقتي؟ ما فيش حد عايش الا جارين وبايت. مش عارف اعمل ايه. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل لهم ريبورت ولا ارجع واسيبهم وخلاص؟ ارجع واسيبهم احسن ساعه. 30 سنه بيخلصوا مني. الوقت بيخلص، الوقت بيخلص، الوقت بيخلص. يكسب يخسر الماتش، مش عارف اختار ايه، مش عارف اختار ايه يا جدعان. انا شكلي ارجع واسيبهم وخلاص. ارجع واسيبهم وبعد كده اعمل لهم ريبورت صح؟ ما بديهاش بقى يعني. عيش عيشه فول دي، نموت احنا الكل. وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ده يا ريت لايك وسبسكرايب. وكنت بفكر اعمل جيف اواي للموت مشترك، بس لسه مش عارف اعمل جيف اواي عن ايه يعني. لسه هاخد رايكم بعد كده، ممكن اعمل فوت وشوفوا انتم يعني حابين الموضوع ولا لا. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد ان شاء الله عليكم.